شتى أرجاء الكوكب يأكل الناس في المتوسط من 1 إلى 2.7 كيلوغرام من الطعام في اليوم، أي أكثر من 365 كيلوغرام للشخص في السنة، وأكثر من 28,800 كيلوغرام على مدى عمر الشخص. تمر كل قطعة من هذا الطعام عبر الجهاز الهضمي الذي يتألف من 10 أعضاء بطول 9 أمتار، ويشتمل على أكثر من 20 نوعاً من الخلايا المتخصصة، وهو أحد أكثر أنظمة جسم الإنسان تنوعاً وتعقيداً، وتعمل أجزاؤه باستمرار في انسجام تام لتأدية مهمة واحدة: تحويل المواد الخام لطعامك إلى مغذيات وطاقة تبقيك حياً. يمتد الجهاز الهضمي على طول جذعك، ويتألف من 4 مكونات رئيسة. أولاً السبيل الهضمي، وهو قناة ملتوية تنقل طعامك وتشغل مساحة مسطحة داخلية تتراوح من 30 إلى 40 متر مربع، أي ما يغطي نصف ملعب تنس الريشة. ثانياً البنكرياس والمرارة والكبد، ثلاثة أجهزة تحلل الطعام باستخدام مجموعة من العصارات الخاصة. ثالثاً أنزيمات الجسم والهرمونات والأعصاب والدم، وكلها تعمل معاً لتحليل الطعام وتنظيم عملية الهضم وإيصال منتجاتها النهائية. وأخيراً المساريق، وهي امتداد نسيجي كبير يدعم كل أعضاء جهاز الهضم ويجمعها في البطن ويمكنها من أداء وظائفها. تبدأ عملية الهضم حتى قبل وصول الطعام إلى لسانك. تترقب الغدد في فمك اللقمة الشهية وتبدأ بضخ اللعاب وتفرز قرابة 1.5 لتر من هذا السائل كل يوم. ما إن تدخل اللقمة فمك حتى تبدأ عمليتا المضغ وتدفق اللعاب بتحويل الطعام إلى كتلة رطبة تسمى البلعة، وتحلل الأنزيمات الموجودة في اللعاب أي نشاء، ثم يشق الطعام طريقه عبر أنبوب بطول 25 سنتيمتر يسمى المريء، ليندفع في نهايته بسرعة للوصول إلى المعدة. تستشعر الأعصاب المحيطة بنسيج المريء وجود البلعة فتحفز التمعوجات، وهي سلسلة تقلصات عضلية محددة تدفع التمعوجات الطعام للمعدة، حيث يصبح تحت رحمة عضلات جدران المعدة التي تتقاذف البلعة وتفتتها لقطع صغيرة. تحفز الهرمونات التي تفرزها خلايا بطانة المعدة انبعاث أحماض وعصارات غنية بالأنزيمات من جدار المعدة، تبدأ بتحليل الطعام وتفكيك بروتيناته. تنبه الهرمونات البنكرياس والكبد والمرارة لتفرز عصارات هاضمة ومادة الصفراء، وهي سائل أخضر مائل للصفرة يهضم الدهون استعداداً للمرحلة المقبلة. بعد 3 ساعات داخل المعدة يتحول مكان بلعة مخلقة لسائل مزبد يسمى الكيموس، يكون جاهزاً لدخول الأمعاء الدقيقة. يرسل الكبد الصفراء للمرارة التي تفرزها في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة أي 12، حيث تتحلل الدهون التي تطفو في ربوة الكيموس حتى تهضم بسهولة في عصارات البنكرياس والأمعاء التي ترشح على السطح. تحول هذه العصارات الغنية بالأنزيمات جزيئات الدهون لأحماض دهنية وغليسيرول يسهل امتصاصهما في الجسم، وتتولى الأنزيمات أيضاً التفكيك النهائي للبروتينات إلى أحماض أمينية والكربوهيدرات إلى جلوكوز. يحدث ذلك في الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة مع الصائم واللفائفي المكسوة بملايين نتوءات صغيرة تسمى الزغابات المعوية، وتكون مساحة كبيرة لزيادة امتصاص الجزيئات ونقلها إلى مجرى الدم. يأخذ الدم الجزيئات لآخر مرحلة من رحلتها لتغذية أعضاء الجسم وأنسجته، لكن الرحلة لم تنتهي بعد، فما تبقى من ألياف ومياه وخلايا ميتة بفعل الهضم يتجه للأمعاء الغليظة المعروفة أيضاً باسم القولون. يرشح الجسم معظم السوائل المتبقية عبر جدار المعي، ويتبقى كتلة ناعمة تسمى البراز. يدفع القولون هذا المنتج الثانوي لكيس يدعى المستقيم، حيث تستشعر الأعصاب توسعه وتحدد للجسم وقت طرحها. تخرج فضلات الهضم من فتحة الشرج لتكتمل رحلة الطعام الطويلة التي تستمر عادة من 30 إلى 40 ساعة. اشترك في هذه القناة ولا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.